السلام الله عليكم مشاهدين قناة يوسف جيكس. اليوم فيديو جديد كيهضر على البيرجي آرمو. هذا الكلب ما كيعض ما والو، انا بغيت يعود يعض وضريف الى اقصى درجه، ولكن انا ما بغيتوش يبقى بحال هكاك. انا بغيت يولا يعض، لان اي واحد كيجي كيلعب معاه، اي واحد كيشدو، اي واحد انتم شاهدوا كيفاش الكلب ضريف بزاف، ولكن انا ما بغيتوش يبقى بحال هكا، بغيت نردو شويه عنده القباحه ولا طاك. انتم شاهدوا مع الدراري الصغار، شوف ما كيعضهم ما والو، عادي. شوف هذا بالنسبه بحال هذا يجي يخونوه لك، يكون بحال كل كلب ضريف وشو كيعنك فيه، وداك الشيء عادي جدا، ما خصوش يكون بحال هكا. شوف هانت كلهم دراري كيمسو يجبدو يديو يكاريسو، ما تيدوي معاهم ما والو. ربما هذا يجي كاع دري صغير يكون الكلب بحال هكا ويديه لك، يكون بحال هكا الكلب ويديه لك. دابا بغيت نقلب ليه السيستيم ديالو، بغيت نردوه هنايا كيعض، وانتم غتشاهدوا معنا وغتشوفوا كيفاش ميكان ما كيعض ما والو، وغتتبعوا معنا الحلقه حتى تشوفوا الكلب غادي نخرجوه لاطاك باش يولا يعض، باش يعود حتى هو يكوفري على راسو ويكوفري على الملك ديالو. وتبعوا معايا هذه الحلقه هذه وانتم غادي تشوفوها، بقاو تبعوا معايا الحلقات ديالو تشوفوا الدريساج ديالو، ملي غنكملوا ليه في الدريساج ديالو غتشوفوا. وكنشكركم وكنشكر المشاهدين، وما تنساوش تابوناو معنا وديروا لايك باش يحكم الجديد، وشكرا.